ازيكم شباب؟ معكم فتح عضلات، رجعت لكم فيديو جديد. طبعا يا جماعه انا جربت لكم قبل كده وجبات من هارت اتاك، ولكن النهارده بقى انا قلت اغير واجرب سندوتشات. انا جبت اكبر سندوتشات من هارت اتاك. يعني بصوا يا جماعه، في سندوتشات عندهم بيبقى في منها مثلا ايه اللي هو السنجل والدبل والتريبل، لا انا جبت تريبلات كله تريبلات. اخترت سندوتشين، واحد اسمه اللي هو سندوتش تشيكن هارت اتاك، جبت التريبل بتاعه. بص، هو السنجل ب70 والدبل ب80 والتريبل ب90، لا انا جبت التريبل تمام. وفي برضه سندوتش تاني، طبعا ده انا اخترته اوريجينال. في سندوتشات اصلا بتبقى سبايسي، بس دي ما اخترتهاش خالص. يعني السندوتش التاني اللي جبته اللي هو سندوتش اسمه المصل اتاك، ده برضه في منه سنجل ودبل وتريبل. السنجل ب65، الدبل ب80، التريبل ب90، انا برضه جبت التريبل. يعني السندوتشين كده ب180، وجبت معاهم كول سلو وسط ب20 وجار جبنه تشيز قصدي جار جبنه جار تشيز يعني اللي هو ب30. يعني الاكل ده كله كلفني 230 زائد 15 جنيه توصيل، يعني كله 245. حماس، يلا عايزين نوصل الفيديو ده لاكتر من 10,000 لايك في اول 24 ساعه. واللي مش مشترك اشترك وفعل زر الجرس عشان يوصلك اشعارات بكل جديد، ويلا بينا. طب يا جدعان يلا نفتح الشنطه ونشوف جواها ايه. طبعا اول حاجه ده الكول سلو الميديم، بس الكول سلو يعتبر اللي هو الناشف اللي هو ما فيهوش ميه، شبه كده الكول سلو بتاع كنتاكي. الكول سلو حلاوته انه يبقى فيه ميه كتير، معرفش بقى انا الميه دي بتبقى زبادي ولا لبن ولا بتبقى ايه، زي ما تبقى بقى، بس هو حلاوه الكول سلو انه يبقى فيه ميه كتير. وده الجاري تشيز على فكره، ايه ده مكتوب على العلبه جنيه، ده سعر العلبه اللي هي دي جايبينها من ال موسى بجنيه. طب بص يا جدعان، ده الجاري تشيز ابو 30، دافي شويه في ايدي. العمالقه، هيتقلب. العمالقه بقى يا جدعان، ده العملاق الاول. كاتبين على كده، مش كاتبين اسمه ايه والله، يعني احنا نخمن ولا ايه؟ طب عايز اشوف كده يا جماعه، يبقى ايه ده؟ بصوا طريقه العيش حلوه قوي، ايه ده بصوا التقسيمه دي لذيذه، ايه ده بصوا التريبل قد ايه، ايه ده بصوا يا جدعان، بصوا التريبل ده، التريبل يا لهوي، بصوا قد ايه التريبل. بس طب عايزين نراجع المكونات. صدور كريسبي، اهي الصدور كريسبي تمام. لحم رومي مدخن، شرايح جبنه شيدر، لا ده دي شرايح الجبنه الشيدر، امال الرومي فين المدخن؟ انا مش عارف ده الرومي ولا ده شرايح الجبنه الشيدر، الصراحه انا مش عارف. خس وطماطم، ايه ده؟ ما في خس وطماطم مخير مخلل تحت اهو، يكونش الشيدر في صف تاني؟ يعني يكون الصف الاولاني ده التركي والله انا معرف، والله يا جدعان انا معرف فين اللي مش شايف، يعني مش عارف فين لا على فكره مفيش في الصوره، في شرايح برتقاني وشرايح صفرة، بس مفيش صفرة هنا في الصوره، في شرايح صفرة لكن هنا مفيش، فواضح ان الساندوتش مش معمول زي ما هو ايه في الصوره بالظبط. وفي بقى ايه، خس وطماطم وخيار مخلل، دي الحاجات دي تحت، تحت الطماطمايه صغيره كده. ايه ده الطماطميه دي المفروض يبقى طماطم كبيره، ومخلل وخص، وفي قنبله الجبنه، معرفش فين قنبله الجبنه ديت، وصوص الرانش المميز. وبعدين محطوط في الصوره ان كل صف فيه خص، ده هو مفيش الا خص تحت في اخر واحده بس، ف يعني السندوتش مش مخدوم حلو، مش زي الصوره خالص، لا مختلف كتير جدا عن الصوره، مع انه سندوتش ب 90 جنيه يعني المفروض يروقوا عليه، يعني حرام عليهم. طيب تعالوا نشوف التاني، ايه ده؟ طب مش يمكن يا جماعه، مش يمكن انا ظلمتهم؟ مش يمكن يكون ده المصل اتاك؟ لا ما ينفعش، لان المصل فيه مشروم، ده ما فيهوش مشروم، لا ده ما ينفعش يكون المصل، لان المصل فيه مشروم يا شباب. لا ما اعتقدش ان ده المصل، لا اعتقد ده المصل. برضو نفس طريقه العيش، هي طريقه العيش الصراحه شباب هي اللي عجباني، انما السندوتش من جوه
يعني هو شكله حلو ولكن مش مخدوم حلو زي الصورة يعني، فاهمني؟ دي المفروض بقى فيها مشروم. ايه ده، ايه ده، فين المشروم ده؟ وايه ايه الحتة اللي فوق دي؟ ايه ده، هو في طماطم وخس وتحت وكده، انا مش عارف انهي واحد يعني، مش عارف يعني واضح. وايه اللانشون ده ولا ايه ده يا جماعة؟ يعني حتى مش معلمين على السندوتش ده ايه وده ايه. مش ايه ده، استنوا، هل ممكن يكون السندوتش التاني ده هو ده اللي تشيكن؟ هو طبعا كان لازم يكتبه، ما ينفعش ان يسيبوا العملية عايمة كده. احنا هنزعج يعني، يعني انا اعرف ازاي يعني، انا اعرفهم من بعض ازاي اساسا؟ هو التاني ده انا ملاحظ في نوعين جبنة، في زي جبنة اللي هي جبنة صفرة وجبنة برتقاني. ممكن يكون التاني ده هو اللي تشيكن، ويكون ده المصل، ويكون الاولاني اللي انا وريته لكم في الاول هو المصل. استنوا بس، هو في السندوتش الاولاني في صورة حاجة كده زي طبقة العيش اللي موجودة هنا، فانا اعتقد يا جماعة ان انا غلطت وقلتهم بالعكس. بس انا مش عارف دي قنبلة جبنة ازاي. هل اللي فوق دي يا جماعة، هل دي تكون هي قنبلة الجبنة البتاع اللي فوق دي؟ بصوا ايه ده، استنوا بصوا، هل دي قنبلة الجبنة؟ لان هي البتاع المدورة دي فوقها كمان جبنة شيدر سايحة من جوه، ممكن تكون دي قنبلة الجبنة. هو لو كده يبقى التاني ده اللي انا كنت معتقد ان هو المصل، يبقى هو اللي تشيكن هارت اتاك مش المصل، والاولاني يبقى هو المصل بس جاي ناقص ما فيهوش مشروب. لان المفروض بصوا، المفروض في فوق طبقة مشروب. طب ما تستنوا كده، يمكن تحت دي. اه لا، في مشروم اهو، بس حتت صغيره جدا تحت، فوق تحت الجبنه دي يا جماعه في مشروم بس بسيط قوي، مع ان في الصوره المفروض ان هو في قطع مشروم كتير من فوق، ان المشروم قليل جدا، قليل بغباء. طب بقول لكم ايه، انا ابدا بقى بالايه، بالتشيكن هارت اتاك احسن. وبرده ملاحظ ان الطماطم والخيار قليله جدا، ده سندوتش تريبل، ده كان المفروض في كل صف يبقى في طماطم وخيار وخس. انا بحبش الخيار قوي، انا بحبش الخيار اصلا، بس خس على الاقل. يعني انا اصلا ماليش في الخيار يا جماعه، ما بحبوش بصراحه. ده بيتاكل ازاي؟ طب يا جماعه ده يتاكل من اي زاويه؟ ده بس شوفوا، بسبب ان هم مش تبين، انا اعتقدت ان السندوتشين جايين غلط، هم طلعوا صح، بس عشان هم مش كاتبين فانا اتلخبطت. ما تكتبوا يعني، او والله في على علبة اسامي سندوتشات. طب ما تعلموا يعني، المفروض ان الاسامي دي عشان تعلموا صح على السندوتش ايه. اهو في اسامي السندوتشات وجنبها مربعات. طب علامة صح كده بالقلم الجاف، هتخسروا حاجة؟ انا مش فاكر مرة جربت مطعم، مش فاكر كان مطعم ايه الصراحة، كان كاتب على السندوتش من بره كان في ستيكر باسم السندوتش تقريبا، ده كان كنتاكي او حاجه زي كده، انا مش فاكر بالظبط. بس ده حلو جدا يعني، سواء لو في اسماء السندوتشات كلها بره يعلموا صح، مش هيخسروا حاجه، يا اما يلزقوا استقرار باسم السندوتش على العلبه عشان الناس ما تتوهش. افرض مجموعه اصحاب مثلا طالبين حاجه مع بعض، وكل واحد عايز حاجه معينه، يقعدوا بقى يفتحوا السندوتشات ويشوفوا المواصفات والمكونات، عشان يقعدوا بقى يلغوصوا بايديهم جوه السندوتشات عشان يشوفوا المكونات، عشان كل واحد يعرف هو سندوتش بتاعه انهي واحد. اكيد طبعا دي حاجه مش هتنفع يعني، مش معقول يعني. بقول لكم مش عايزين نرغي كتير. ناكل بقى. صدور اللي هو الوايت ميت، طعمها خرافي. بس في حاجه انا ملاحظها، ان الصدور دي مش بتقرمش قوي زي الدجاج بروست اللي بيبقى في الوجبات. فاكر لما جربت قبل كده الوجبه العائليه، وجبه السناجل، كان الدجاج اللي فيها بيبقى بيقرمش قوي. اعتقد ممكن تكون دي عشان دي صدور ستريبس، فبتبقى مختلفه شويه، مش عارف. بس هي طعمها بصراحه خرافي جدا 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 يعني. بس السندوتشات التريبل دي بتبقى صعبه تتاكل. بس العيش بصوا
يعني العيش حتة كده وقعت لوحدها، العيش مش ماسك نفسه، هو طعم حلو بس مش ماسك نفسه. بعدين ده يتاكل ازاي 3 طبقات دي؟ ممكن ناخدها طبقة طبقة بقى ولا ايه؟ اعتقد كده ما تجيش الا كده. ده فعلا الجيتشيكن هارت اتاك مش المصل، التاني هو المصل، لان ده حتى في نوعين جبنه اهو. لا هو لحم رومي مدخن، يبقى ده الرومي. لا ده لحم الرومي المدخن، ان ده مش جبنه، ده لحم عامل زي اللانشون كده، واضح ان ده الرومي المدخن. انما تحت البرتقال دي الجبنه الشيدر، الجبنه الشيدر بيبقى لونها برتقالي. احلى حاجه ان شرايح الصدور تخينه، ولحم ابيض بقى وايت ميت اللي هو الناشف. فايه اقولكوش بقى، بس انا نفسي النهارده اتاك وكنتاكي يظبطوا الكول سلو بتاعهم. الكول سلو لازم يبقى فيه ميه كتير، ودي هي دي اللي بتديله المذاق، بالذات بقى لما يكون كمان مسكر. يا سلام، الميه قليله جدا، حبه كده تحت صغيرين جدا، يعتبر الكول سلو ناشف. هما مش بيعملوا الكول سلو حلو. الصف اللي فوق بصوا بيحطوا، ما اعرفش بيحطوا خس قليل قوي كده ليه، يعني الصف اللي تحت فيه خس مش كتير، والصف الاخير خالص، الصف اللي في النص فيه خس مش كتير، والصف الاخير خالص فيه خس اقل منه، ومعاه بقى اللي هو الطماطم والخيار وكده. يعني سندوتش تريبل كان المفروض يخدموه اكتر من كده، كان يبقى كل صف فيه خس وطماطم و... واخر صف مثلا لما حاطين طماطمية صغيرة، طب ما تحطوا طماطمية كبيرة. انا عايز الاول اجرب اول صف من هنا واول صف من هنا، عشان ابقى جربت لكم الاثنين وبعد كده اكمل. يعني نغمس بقى السندوتش في الجبنه الشيدر. بصوا يا سلام، بس الحركه دي بتبقى احلى مع الدجاج البروست، عشان نغمس الدجاج نفسه في الايه، في الجبنة. انا عايز بقى اجرب ايه المصل. المفروض يهتموا جدا بكمية المشروم في سندوتش زي ده، لان دي اهم حاجة مميزة فيه.
بس هنا بقى الفراخ مقرمشة اكتر. بس حاسس كده بسنة سبايسي بسيطة جدا، مع ان هو المفروض مش سبايسي اصلا، وانا طالب كل حاجة اوريجينال. مش عارف بصراحة. يعني عارفين وانا باكل دلوقتي الطبقة الاولى من سندوتش المصل، انا مش حاسس بالفرق بينه وبين التشيكن، مقارب جدا. ليه؟ عشان الحاجة الاساسية مش باينة في السندوتش. ايه ده في حب، ايه ده في مشروم تاني اهو. الله، طب دول ايه اللي جابهم تحت كده؟ ايه ده في مشروم تاني بس مش، بصوا هنا. بس برضو مش كتير قوي، بس في مشروم تاني اهو يا جماعة، ظهر هنا في الجنب ده. بس برضو المشروم مش كتير. انا شايف ان المفروض كان يبقى طبقة كاملة فوق الفراخ، كان لازم تبقى طبقة باينة قوي، لان دي اهم حاجه بتميز السندوتش. ما هو بقى المكونات مشتركه مع السندوتش التاني، فهنحس بالفرق ازاي؟ يعني شوفوا لما يكون انا بجرب سندوتشين مختلفين وحاسس انهم قريبين من بعض قوي، ده حاجة مش كويسة، عشان انت لو يعني، بص هقول لكم على حاجة، ده من وجهة نظري الفضفوضية، ان المطعم لو مهتمش انه يوضح قوي الحاجة اللي بتميز كل سندوتش عن التاني، الناس مش هتحس ان في اصناف كتير، هيبقى في الاخر كل واحد اللي هو ايه يعني، خلاص اللي هو ممكن يجي واحد ايه مثلا شايف ان في قدامه 5 انواع سندوتشات فراخ مثلا، يعني يقول لك خلاص انا اجرب نوع واحد كفاية، انا اجرب الباقيين ليه؟ لانه هيحس ان كل دول كأنهم صنف واحد. بس اللي انا ملاحظه بصراحة شباب، ان السندوتش في ال3 طبقات هو بيبقى فيه فراخ كميتها حلوة، بس تحس ان هو السندوتش عبارة عن فراخ، مش مهتمين بالفروقات بين السندوتشات قوي. هو في فرق، هنا في حاجات مش هنا وهنا بس مش باين، مش مهتمين بيها قوي، فاهمني؟ بس على فكرة السندوتش يشبع قوي، يعني انا اكلت طبقة من ده وطبقة من ده، حسيت ان بطني اتنفخت. طب يا شباب، عشان ما اطولش عليكم كفايه لحد كده، اقول لكم رايي بقى في السندوتشات. بصوا يا جدعان، اولا بالنسبه للسندوتش كسندوتش، سواء ده او ده، حلو قوي حته ان هم يعني في كل صف بيبقى حاطين شريحتين دجاج كبيره، في كل صف شريحتين. لاحظت ان اللي فوق بالذات كانوا تخان قوي، السندوتش كبير ويشبع جدا، بس
العيش بصراحة مش حلو، هو طعما حلو بس بيفتفت. الخس قليل جدا، الطماطم لازم تكون حتة كبيرة، ما ينفعش الطماطم اللي محطوطة دي ما تلاقيش بسندوتش بالحجم ده، لازم تكون شريحة طماطم كبيرة او كذا شريحة طماطم، مش حتة طماطمية كده صغيرة تحت. والطماطم ليه تبقى تحت بس؟ اصلا المفروض تبقى في السندوتش كله. او يعني برضو من ملحوظاتي ان الحاجة الاساسية في السندوتش مش مهتمين بيها قوي، بس في سندوتش اللي تشيكن هارت اتاك الحاجات الاساسية كانت الى حد ما موجودة عادي. قنبلة الجبنة التشيز قنبلة الجبنة الشيدر كانت موجودة، واللحم المدخن الروم المدخن الحاجات دي كلها كانت موجودة، بس انا اللي في الاول كنت عاكس السندوتشين يعني فاهمني. لكن يعني التشيكن يعتبر الى حد ما معقول احسن من المصل، لان المصل فعليا الحاجة الاساسية اللي فيه اللي بتميزه اللي هي المشروم قليل جدا، لدرجة ان وانا باكل السندوتش ما حسيتش قوي بفرق بينه وبين التاني. فهي دي الملحوظات اللي انا شايفها اللي لو اهتموا بيها في رأيي هتكون السندوتشات احسن من كده بكتير. وطبعا اهم حاجة لازم العلبة يتكتب عليها اسم السندوتش او يعلموا على اهو انتوا كاتبين الاسماء، يعلموا عليها عشان نعرف ده ايه وده ايه. بس لكن بصراحة يعني كساندوتش ان الواحد يقدر يخلصه دي، انا كنت جعان قوي وما كنتش اكلت خالص، يعني يا دوبك اكلت طبقة من ده وطبقة من ده اتقفلت مش قادر اكمل. وطبعا زي ما قلت لكم الكول سلو محتاجين يظبطوه، لان الصراحة ما بيعجبنيش الكول سلو بتاعهم، انما الجبنة الشيدر كويسة يعني. بس ده كانت التجربة بتاعت النهاردة، اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوناش بقى باللايك، شاروا الفيديو في كل مكان، واستنوني الفيديو الجاي. سلام. Yeah, my life is lovely now, I'm focused on me. You said you were about to die, I guess the car is on E. But see, I ain't even tripping, cause I just chose to believe that somebody gon' come around and give me just what I need. I don't wanna see you finally, see you looking down and out. Coming to me crying, saying you miss having me around. Gave you chances.